أهلا وسهلا فيكم بفقرتنا الأخيرة بصباحك مسك لهذا الانهار. شوية حكي رح نحكي عن الفيروس الجديد، عن التخوف من أغلاق جديد، كيف ممكن نحن نتهيأ نفسيا لهذا الموضوع. لكن قبل ما أستقبل السيدة علا، خليني أصبح على محسن. عم بيشاركنا محسن، عملنا سندوتش الشاورما صارت ب 30 ليرة اليوم. سندوتش الشاورما السورية ب 30 ليرة في تركيا. أذكر يعني أول دخولنا إلى تركيا، أو أول دخولي أنا إلى تركيا من 8 سنوات تقريبا، هذا الكلام كانت السندويشة يمكن بأربع ليرات، لا تتجاوز الأربع ليرات تركية. محمد أيضا عم بيقول له لنضال صباح الأنوار، نطالب إرجاع أغنية سلامات عندك يا نضال. هذا الموضوع، طيب الإغلاق العام هل سيعود أم لا؟ نفسيا كيف نتهيأ؟ هذا نقاشنا مع الأخصائية التربوية النفسية. صارت معنا للهواء السيدة علا. علا شهادة، يسعد صباحك أستاذة علا، أهلا وسهلا فيكي. يا اهلا وسهلا، يا اهلا استاذه يارا، كيفك؟ شو اخباركم؟ يسعد اوقاتكم يا رب. يسعد صباحك يا رب، اهلا وسهلا فيكي. يعني يا اهلا. جديد، كان انبسطنا انه خلصنا من فيروس كورونا، خلصنا من الاغلاق العام، خلصنا من الكمامه. ممكن يعني صار في تخوف انه يرجع الاغلاق يتكرر في حياتنا مره اخرى ونرجع نتعرض لنفس التفاصيل مره اخرى. كيف ممكن ياثر هذا الشيء نفسيا علينا نحن كبالغين وايضا على الاطفال؟ الفكرة انه الأوبئة والأمراض وإلى آخره من هي المسائل يلي عم تتكرر، هي يعني للأسف الشديد موجودة ومتكررة بحياتنا بشكل دائم حتى من زمان، يعني ما بس هلأ. من زمان كان في أمراض تنتشر وكان أصلاً حتى ما في تطور من الناحية الطبية، بس يمكن لأنه ما كان في هالتوسع بالإعلام أو هالتوسع بالتغطية عن طريق النت، فما كانت كل الناس تعرف فيها. الفكرة أنه أنا بدي أعرف شغلة، يعني هو بالنهاية مرض، فيروس مثلا، أكيد طبعا في من بعض من هي الأمراض لا سمح الله ممكن تكون قاتلة، ولكن إذا أنا مثلا اهتميت بمناعتي، قويت المناعة عندي، أخذت الاحتياطات اللازمة، عرفت حالي كيف أنا أتعامل مع هذا المرض، والأهم من كل هذا هي مسألة الخوف والقلق الزائد. يعني في ناس حتى أثناء فترة كورونا تجيهم أعراض، يعني أنا كثير في ناس يعني صادفتهم والله تصير معهم أعراض شبيهة بأعراض كورونا، ولما ينحلل ويطلع ما معهم من شدة الخوف والقلق. حتى صار في بعض الناس انه اشبه بالوسواس، انه انا كل شوي عم شوف قد ايه درجه حرارتي، اذا صار معي ابسط هي العوارض او معناتها انا صار معي. طب انا افضل ما اني حط تماما ان كان كبار. هلا قبل ما احكي عن الصغار عم نحكي عنا نحن ككبار، اللي نحن المفروض نكون قدوه قدامهم. فالفكره انه انا اذا كل ما بدي اسمع بوجود فيروس او بوجود مرض بدي اعطر كل حياتي وبلش افكر انه او معناتها شو بده يصير وهيك، هي بحد ذاتها مرض. يعني نحن عم ندخل بدوامة نفسية بقى، عم ندخل نفسنا بتوتر وقلق ووهم. تمام، يعني لا سمح الله اللي ما راح ينصاب بجدري راح ينصاب بنوبات قلق، راح ينصاب بتشنجات، يعني لا خلص هذاك مرض انصاب بينصاب، حياخذ لقاح، حياخذ، يعني انت شفتي مثلا والكل صاب قصه كورونا قد ايه عملوا له اول شيء وقد ايه كذا، هلا وصلنا لمرحله عادي اوكي تمام عم ينصاب مثل من حجم، الا يلي بالاساس هو مناعه جسمه ضعيفه. صدقيني يعني نحن نعتقد انه الاعمار بالنهايه بيد رب العالمين، والانسان ما راح يسيبه اللي ربه كاتب له اياه بالنهايه، يعني ونعمل اللي علينا. بس اما انه هذا الخوف والتوتر اللي نحن عم نعيش فيه، يعني مثل ما بيقولوا انتظار البلاء اصعب من وقوعه. فنحن هنا عم دوامنا ممكن هذا الشيء يأثر يعني بشكل أو بآخر على مناعتنا، أنه نحن هذا القلق والتوتر بيأكل البني آدم من جوا، يعني الإنسان يرهق 100%. يعني انت هي القلق، انا ليش عم اقول انه راح ينصابوا بامراض، يعني ما راح ينصابوا بالجدري، ما راح ينصابوا بكورونا وتيفا شو ما كان المرض، ولكن راح ينصابوا بامراض يمكن تكون اثاره طويله. يعني هلا كورونا يلي انصابوا فيها يقضي ماكسيموم 21 يوم 20 15، الحمد لله طابوا تحسنوا وكملوا حياتهم، ولكن في امراض بسبب القلق والتوتر والخوف الزائد المبالغ فيه، يعني الخوف المحدود امر طبيعي، ولكن في ناس عندها زياده بالقلق والخوف عم ينصابوا بامراض خلص حتستمر معهم. طيب يعني هون كمان خليني يعني بعض الاشخاص وكثير صرنا نسمعها من بداية كورونا، صرنا نسمع أنه نحن شعب عشنا الحرب ونحن تهجرنا ونحن طلعنا وهلأ وباء، وهلأ بعد ما خلص الوباء وباء آخر. ف
يعني يجلب هالأفكار السلبية إلى الذات، قديش ممكن هذا الشيء كمان يأثر بشكل أو بآخر، وقديش ممكن نحن نصدر هاي المشاعر لأطفالنا؟ ما هو نحن أحسن ما نقول إنه عشنا حرب ووباء وجاينا هلأ وباء تاني، نقول الحمد لله تجاوزنا أزمة الحرب اللي تعرضنا لها، أكيد تركت آثار على كثير منا. يعني أنا خليني أكون واقعية، ما بحب أحكي شيء بعيد عن الواقع ونظر التنظير، أكيد كان في إلى آثار على كثير مناسنا، ولكن يعني بالنهاية الحياة عم تستمر وقدرنا نتجاوز فضل من رب العالمين طبعا. حتى كورونا فضل من الله الحمد لله، يلي انصاب قدر يتعامل معه قدر كذا. بالمناسبة حتى اللي انصابوا بكورونا، معظم الدراسات أثبتت أنه الأشخاص اللي أثناء الإصابة بالمرض، تصوري حتى وهم بأشد حالات المرض يلي ما كانوا مبالغين بخوفهم وقلقهم، أو في ناس حتى يمكن انصابت وما كانت عرفانة، شوفيو بطريقة أسرع من يلي كان في مبالغة بخوفهم تماما، أو بأنه بالخطوات اللي كانوا عم بيعملوها. فهي هي المسألة، يعني أنا بقول فضل من رب العالمين قدرنا نتجاوز هيك، قدرنا هيك، فمعناته بإذن الله نحن قادرين على أنه نتجاوز هي الأوبئة. هي الأوبئة رح تستمر، ونحن اليوم العالم مفتوح، عم يكون مرض موجود بأقصى بقاع الأرض بسبب الانتقال والسفر. لاحظي أنت كيف يعني عم يجينا أمراض من مناطق ينتقل المرض، يعني مثل ما شفنا بالإمارات، الفكرة أنه رجل سافر لإفريقيا وعاد حامل معه مرض وانتشر المرض حاليا. طيب يعني من قارة لقارة عم ينتشر، فأنت اليوم ما فيك تفكري يعني هلأ مثل أنه مثلا شو بيقولوا، يعني ذاك يوم كنا عم نحكي نحن وجماعة أنه إيه بس الحمد لله لسه ما وصل لعنا. طب هي مو فكرة أنه وصل ولا ما وصل، يعني أنه أنا حط ببالي أنه طول ما هو مو وصلان تمام ويكون كل حالي ركز أنه إن شاء الله ما يوصل. طب لا، أنا أفضل ما هي خليني أعرف أنه هو احتمالي 90% 95% بده يوصل يعني بالنهاية، ولكن أنا شو الطريقة اللي أتعامل فيها، شو الشيء اللي أنا لازم ساوي، كيف أنا ممكن ساعد حالي، كيف انا ممكن ساعد اسرتي، كيف طيب. انا قبل ما نحكي انه كيف ممكن نتعامل مع فكره الوباء، خليني اليوم السؤال الذي يدور في اذهان الاباء والامهات، خاصه طلاب المدارس اللي عم يطلعوا، اللي ونحن عرفنا من احد طرق انتقال هذا الفيروس ملامسه الاشياء، يعني شخص مريض بيلامس الغرض فبترجع انت بتلامسه بينتقل الفيروس لك. اليوم هل نحن يعني قادرين اليوم نخبر أطفالنا أنه يا ماما في وباء جديد، في مرض جديد عم ينتشر، لازم ندير بالنا أكثر على نظافتنا، لازم، هل هذا الأمر صح ولا لا؟ ما في داعي نفتح لهم السيرة مثلا أو نخوفهم أو ننشر الرعب في قلبهم مثلا قبل ما يحدث شيء حقيقي مثلا أو ملموس على البلد. خليني إليك شغلة مضحك بالموضوع عن سيارة، أنه الأطفال هنا عم يجي يخبرونا انه ماما انا سمعت سمعت من فلان عم يخبرني يعني يعني انه ماما انا سمعت مدري الان حكيت لنا مدري رفقاتنا مجموعين مع بعضنا فقالوا انه في مرض جديد نازل. سمعت صار لك خبر ولا لسه؟ لا، والنكته بالموضوع ماما عن جد انه اللي بياكل ممكن ينصاب يعني تماما على الاشاعات والامور الاخرى. هي الطفوله والاسئله يعني بالعكس حلوه والله، يعني مثل ما بيقولوا انه بالعكس هيك شوي بخلونا نحن نبتسم هيك اثناء هالاسئله الحلوه منهم. طب هو هون النقطه، انا خوفا من انه مثلا يسمعوا من اقرانهم بالمدرسه، خوفا ما تصلهم معلومه خاطئه. بالعكس خليني انا اللي اخبر، يعني احسن. انا على طول عندي قناعه انه انت المعلومه لما انت بتعطيها تعطيها بطريقه صحيحه، افضل ما ياخذ هو المعلومه من برا وياخذها مغلوطه، مهما كانت هي المعلومة أو بحرب مشاكل معينة، أفضل ما أنه يسمعها من برا ويأخذها من برا. بس المسألة برجع بقلك نحن قدوتهم، يعني أنا يوم اللي ابني أو بنتي بدها تشوفني أنا بالبيت تمام ماما عم باكل هي الموضوع مثلا كتير فيتامين سي إلى آخره كرمال ارفع مناعة جسمي، لأنه في مرض، هذا المرض ما بيتغلب. يعني إذا كنت أنا مثل ما بيقولوا عاملة احتياطاتي، يعني إذا أنا عندي بدي يفوت اليوم بحرب وأنا مجهزت له بإذن الله رح أنتصر. بالنهاية هو فيروس مثل كل هالأمراض وكل هالفيروسات، فشوي أنا ببسطها عليه. أما يوم اللي الطفل، أنا بزعل على أطفالي اللي أهاليهم مبالغين جدا، يعني لدرجة أنا أثناء كورونا الشباك ما يرضوا يفتحوه في أهالي بالبيوت بفترة كورونا، يخافوا من فتح الشباك. الناس زي أنه
الهوا برا ما بعرف شو. طب انت هذا الطفل شو صار فيه؟ يعني هون كمان نحن بدنا نعالجهم، يعني صاروا في عنا حالات استدعت المعالجه النفسيه بسبب الشيء اللي صار اللي صار. تماما، يعني كان في تهويل لفكره الوباء، واليوم يمكن نحن رد معرضين لهذا التهويل، ومن الان بلش التهويل. أخبار إشاعات، أخبار غير صحيحة مثلا، القليل من البهارات على كل خبر، فهذا الشيء كمان بيصدر القلق والرعب بنفوس الآخرين. طبعا بس أنا كمان لازم أعلم أولادي، يعني أنا ما عم أقول إنه والله خلص بس بقول له هذا مرض وهيك، لا أنا بتعلمه إنه ماما ما في داعي أنتو مثلا إذا لمست شيء خلي على طول معك مثلا مناديل معطرة معقمة، يعني بس تحطيم ما انتبه وين عم تحط إيدك مثلا. اصلا يعني رح اقول لك شغله، يعني هي امور النظافه الشخصيه، خلينا نكون شوي، هي امور النظافه الشخصيه والنظافه العامه، يعني بالنهايه عده كل الامراض يلي اجت بتوصل الى مرحله انه الشخص اللي عنده اهتمام صحيح بتغذيته بالنظافه العامه والشخصيه هن اقل، يعني انه ممكن مثلا بسط انه ينصاب بهيك مرض. فالقصه مو انه نعملنا كثير واو رح نرجع للكمامة، رح نرجع للمدريني. طب انتو بالاول عرفتوا انه هذا المرض كيف بينتقل؟ عرفتوا انه مثلا هل هو بحاجة انك انت ترجع كمامة؟ اذا بكورونا وبكل ازمة كورونا بالاخير كثير في من الاقاويل اللي طلعت انه الكمامة ما حمتهم. يعني في كثير ناس كانوا ما يشيلوا الماسك وما انحموا، وفي ناس ما كانوا يحطوها وما انصابوا. يعني فهي يعني على مسألة أنا كيف عم دير بالي بالموضوع نفسه، يعني أدي أنا قادر اليوم يعني فعلا أهتم بصحتي، أهتم بمناعتي، وبنفس الوقت أهتم بالإجراءات الوقائية لحتى أضمن أنه أنا ما أنصاب بهذا الفيروس. لكن بالنهاية مثل ما ذكرتي، يعني ممكن نحن نكون كتير ملتزمين ويكون القدر أنه نحن ننصاب فيه. يعني نحن هون دورنا أنه نحن ما نهول القصاص وما ندخل بدوامة المرض النفسي نتيجة يعني هذا الموضوع. حتى بعيد الشر يلي بينصاب انصبنا إلى آخره، بعيد عن كل اللي عم يسمعونا وعنا، ولكن أنا حتى لما انصبت تماما خلص بالتزم بالعلاج، بحاول ارفع انا معنوياتي انه هذا مرض رح يمرق بالنهايه. اذا انا كنت بدي مثل كيف بدي اقول لك، بدي اعمل تحدي بيني وبين هالجرثومه انه انا اقوى منك، انا قادره على اني اتغلب عليكي. في شيء بعلم النفس بتدربوا الاشخاص على تحمل الالام مهما بلغت من شدتها، لدرجه بتقولي انه كيف هالشخص عم بيتحمل مثلا انه احيانا بيقولوا لك الالم الشديد جدا، تمام؟ فهدول ناس بنتدرب كيف نحن نقدر نتعامل مع هذا الألم. انت اذا قدرتي تتعاملي مع هذا المرض تشغلي شوي نفسك عنه، اوكي رح يمر، انا اقوى منه، عم باخذ دواء، عم بشرب فيتامين، عم قوي مناعتي كمان. انا بالنهايه ام قدام اطفالي ما لازم يحسوا بهذا التوتر العالي. والمشكله انه هو بالمدارس للاسف انه بالمدارس عم يكون هي انه انت تنتقل الامراض، انا هدول بالنهايه اطفال. فكمان نحن واجبنا لما بيدخلوا من البيت نهتم بمساله انه غسلوا ايديكم، الدنيا هلا صارت درجات الحراره نوعا ما يعني ارتفعت شوي، فما في معنى اذا عملوا دوش مثلا، يعني مو والله شتاء خاص عليهم. فكره الاهتمام بالنظافه يعني لنا واطفالنا ونعودهم، يعني يا جماعه مثل ما ذكرتي نقطه مهمه، يعني دائما وابدا موضوع النظافه يعني هو امر مهم وضروري، بوباء ولا بغير وباء لازم الموضوع يكون يعني روتين حياتي موجود بحياتنا. طيب هي الفكره انه يصير الموضوع روتين، يعني يصير الموضوع روتين حياه، يعني هي الفكره، هي الكلمه الجوهريه انه يصير هالموضوع روتين حياه. يعني شبه لك اياه مثل يلي مثلا بيته على طول نظيف، امتى ما اجى ضيف هو مستعد لاستقباله، ولكن اذا انا ما نظف بيتي الا اذا خابروني ضيوف انه انا والله جاي لعندك، فهذا على طول تعبان ما له ملحق. تمام، يعني انا هيك بشبه لهم اياه الموضوع، يعني تشبيه يعني قريب من ربات المنازل وستات البيوت. بس فعلا تشبيه بمطرحه، يعني بيبقى في توتر وقلق دائما، لو سال احد دق علي او حدا فتفت الموضوع بيصير في قلق. انا على طول متوتره انه اوه دق علي ما خبرني تلاقيني عم بركض، اما اذا انا على طول مجهزه اموري وبصير بتركضي معي ما بتلاقي. طيب في حال عاد الاغلاق استاذه علا، في حال عاد الاغلاق وهذا الامر وارد جدا، يعني نحن ما بدنا نخوف الجميع او نصدر كلام لسه بكير عليه، لكن ممكن احتمال وارد جدا وكبير جدا انه يعود الاغلاق، وشاهدنا بلجيكا يعني حاليا ايضا عم تمر بهي التجربه.
في حال عاد الإغلاق كيف ممكن نحن نهيئ أطفالنا اليوم نفسيا أثناء ما نبلش بفكرة الإغلاق؟ شو الأمور اللي ممكن فعلا تخفف عنا؟ هلا دائما انت لما ما بيكون عندك خبره مسبقه بيكون الموضوع صعب، ولكن نحن هلا صار عندنا خبره بسبب كورونا والقصص اللي صارت. الشيء اللي كان بكورونا واللي خلى الامور جدا تتفاقم والتوتر انه نحن كنا بنجهل هاي الشيء، انه انا اذا قعدت بالبيت شو بدي اعمل، كيف بدي ساوي. بعدين صرنا نلاقي في ناس صارت تبتكر الصراحة ابداعات من خلال تواجدها بالبيت. في ناس كانت ما يجتمعوا الأسرة مع بعضهم بعض بسبب بقائهم فصاروا يجتمعوا. الفكرة أنه أنا حاول كأم بدون ما يعني بدون ما أعمل للقصة كتير هيك توتر وكذا، لاقي قصص أنه أنا ممكن يكون باب تسلية لأولادي في حال إن اضطرينا وانجبرنا على أنهم يبقوا بالبيت. يعني مثل ما قلت لك برجع بقول لك التهيئة جدا مهمة. هي شيء بلش حتى إذا بدك أنا انزل على السوق جيب لهم ألعاب ذكاء معينة، قصص يقروها كذا، مثل ما بيقولوا نحن نعمل الاحتياط. لا سمح الله في حال عاد الإغلاق في شيء أنا عاملته أقدر ما يكون هالحبس هذا اللي كانوا هن حاسين فيه بكورونا. يعني بكورونا أنا بعرف في ناس كتير مثلا إنه ما فكروا ينزلوا يجيبوا أغراض الحياة اليومية أو شيء إلا لما انصدر قرار الحجر 100%. فهون صاروا هن إنه يعني بدي أنزل بدي أجيب الأغراض، فآخر بقى الشيء ممكن يفكروا فيه إني أنا كيف بجيب شيء لأطفالي، وهذا طبيعي يعني تقدر يلحقوا. بس أنا لما من هلا أتجهز الأمور وبحضر حالي تهيئة للموضوع. طيب اليوم حتى في دورات الأونلاين مو غلط يشتركونهم فيها. يعني رح نحكي عن هاي الفكرة فيه. رح نحكي عن فكرة التعليم عن بعد إجمالا، بس قبل ما نحكي عنها فكرة أنه بعض الأشخاص بيلجأوا أنه بدي يسلي الطفلي مثلا بألعاب الإنترنت وما إلى ذلك لا يمر تمر هي الفترة بسلام على الطفل. قدي ممكن نحن فعلا نستفاد من فكرة الإنترنت في المنزل لا الأطفال، قدي ممكن لا نقول ستوب هون بلشنا بحد الخطر. المهم انه نحن مو مشان نعالج غلط نفوت بغلط اكبر منه. يعني انا مو كرمال الهي ابني واخلص اذا بدك من انه عم بينا وداي اخلقه كذا اوكي تمام يلا خذ الجوال والعب الالعاب اللي عليه. لا الفكره هي انه انا بدي استفيد بشيء يفيد ابني. يعني انا بدي انظر للفكره انه انا تمام هاي القصه رح امرق فيها فكره، ولكن بعدين انا طالعه منها، فانا ما بدي اطلع بمشكله لاقي حالي فوت ابني بمشكله اكبر منها. تعي كيف بعدين انت بدك تمنعي. وللاسف هذا اللي صار. يعني اثناء الفتره الماضيه في كثير اطفال ادمنت على العاب الجوالات، جينا بعد ما خلصنا انه اي والله بدكم توقفوا. طب انت صار لك قد ايه عاطيه ما في فورا تجي تسحبه منه. فالمفروض انه ليش عم اقول لك انه يحضروا لهم العاب، يحضروا افكار مثلا مثل اذا بدك يحطوا هيك برنامج انه انا ممكن ساوي لهم هيك اقدم لهم هيك. حتى الانترنت هو سلاح بالنهايه ذو حدين، خليني اخذ الشيء المفيد منه. في كثير امور مفيده، في كثير شغلات ممكن يتعلموها ويسلوا وقتهم فيه وبنفس الوقت يستفيدوا. يعني اللي عنده ضعف كان اثناء الدراسه ممكن يتقوى، اللي عنده موهبه معينه ممكن يمارسها. يعني هي المواضيع كلها يعتبر من قادرين انهم يسيطروا عليها اذا قدروا كيف يتصرفوا وتعاملوا معها صح. ومو غلط الواحد يسال او يستشير. يعني مو غلط انه انا مثلا اسال ناس هي عندها خبرة بهذا الموضوع أنه كيف شو الطريقة شو كذا شو أفضل البرامج. يعني هذا الموضوع بوجهة نظري أنا متاح أمام الجميع. صارت هي البرامج والتطبيقات كثير تطبيقات إيجابية ومهمة جدا. تعليم اللغات حتى الحساب الذهني صار اليوم في تطبيقات موجودة وبتساعدك كثير. طيب اليوم الدورات ودورات الأونلاين بإغلاق أو بعدم إغلاق اليوم كثير التعليم توجه للأونلاين. اليوم الطفل لما بده يتعلم لغة جديدة عم يتعلم عن طريق الأونلاين، لما بدنا نقوي بمادة معينة بالمدرسة عم نحط له أستاذ أونلاين، فكتير التعليم توجه للأونلاين بكل الفئات العمرية بالتعليم. قد ايه هذا الموضوع ممكن يكون له نتائج إيجابية؟ أنا اليوم نفسيا لما أخذ المعلومة عن طريق الإنترنت من أستاذ مش موجود أمامي مباشرة، نفسيا هل ممكن أنا أستفاد ولا لا؟ وتربويا تعليميا قديش بتنصح بهي الطريقه في التعليم؟ هلا الفكره وين؟ الفكره انه انا يعني بهداك الوقت كنا عم نحكي موضوع انه انا ابني او انتي على طول بقول لهم انه ممنوع تقعدوا قدام هذا الجهاز او ما بصير تمسكوا لفترات طويله، وفجاه
اضطرتنا الظروف انه نحن اللي عم نقول له يلا قوم هلا صار موعد درسك فانت عم تقعد قدام هذا الجهاز. يعني هي المناقضه اللي نحن وضعنا فيها. انا كثير مهم وضح لطفلي فكره انه انت هذا الجهاز ممكن فعلا تستفيد منه وممكن جدا يضرك. حتى اثناء الدروس والدورات اللي انا عم باخذها اونلاين مهم جدا 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 انه يكون في شيء اسمه نشاطات حركية ولو داخل المنزل بين الدرس والدرس. يعني مثلا أنا بنتي لما كنا عم ناخد دروس الأونلاين أنا بالاستراحة أنه هنا بياخدوا الدرس وبياخدوا استراحة خلال هاي الاستراحة خليتهم تعمل حركات رياضة تشرب مي تغسل وشها بس مو طلعنا من الدرس ضلينا فاتحين الجهاز وقاعدين مستمرين قدامه لبين ما الاستاذ يرجع او انتقلنا للتلفزيون مثلا ايوه او انتقلنا او لا كملنا لعبه على الموبايل او لعبه على الجهاز نفسه. فالمفروض انه انا خلصت من هالدرس هذا قوم انا اعمل شيء فيه نشاط حركي. يعني انت اليوم لما بتوازني الموضوع بين الانترنت وبين النشاط الحركي اللي انت عم تعمليه ولو بالبيت فهذا ممكن يقلل ما حقلك انه 100% ولكن يقلل الاثار السلبيه للجلوس مطولا امام الناس. بالاوضاع العاديه انا مو مع انه انا كل شيء بدي اخده استثقيه فقط من الانترنت. انا ماني مع يعني اذا كانت الظروف متاحه انه انا احط بالحاله العاديه يعني تماما انه اذا كانت الظروف متاحه انه انا ممكن اسجله بنادي اسجله بدوره يجتمع مع اطفال مع كذا انا يعني من الناس يلي فضل يعني نتيجة الشيء اللي شفناه. ولكن إذا كان ما باليد خيار فما في مشكلة ولكن حاول أعمل له أنشطة حركية داخل المنزل. تماما يعني نعتبر الأونلاين هو الخيار الثاني في حال فعلا يعني نحن ما كان في قدامنا غير هذا الخيار نلجأ له. لكن الأفضل أنه ما نختصر هذه الحياة بهذا الجهاز تحديدا تصير حياتنا فقط على هذا الجهاز. طبعا هلا بالختام رح نتمنى ما يصير شيء يا رب وتمر هيك يعني هي الشغله بابسط الامور على الجميع يا رب. لكن من دورنا نحن كاعلام نسلط الضوء قبل وقوع يعني نوعي طبعاً. قبل وقوع الكارثه اجمالا طبعاً. بكل الاحوال وما نتخبى ما نتخبى خلف اصبعتنا يعني ما نضل نقول لا ما في يعني نحن ضلينا المره الماضيه نقول ما وصل الوباء ما وصل لفجاه صارت الاعداد يعني كنا نعلن عن اعداد كبيرة. طيب لا الواحد يقول يعني أنا مع دائما أنه أنا ما أهرب أنا أتعلم كيف واجه أنا هي قاعدة أنه أنت لا تهرب من المشكلة مهما كبرت أكيد إلى حل ما في شيء ما إله حل بهالدنيا. يعني مهما كبرت المشكلة أكيد إلى حل قد أنت بمفردك ما تستطيع تشل ولكن في ناس مختصين قادرين أنه يساعدوك وهون دور الإعلام دور الناس المختصة أنه هي تساعد الناس. يعني نحن حتى شفنا أثناء كورونا المنظمات الدولية وكذا كانت عم تعمل دعم نفسي لكثير يعني لكثير من الفئات خصوصا الأطفال يعني أثناء هالفترة هاي. تماما صحيح. بدي شكرك كثير أستاذ علا شحاتة الأخصائية التربوية والنفسية. شكرا كثير لانضمامك يسعد صباحك. كل الشكر لكم وإن شاء الله يا رب هيك بنبقى بخير والأمور بتعدي وبتمرق ونحن أقوى بإذن الله هيك إذا تمسكنا ونفذنا كل القواعد وكانت إيماننا برب العالمين قوي. أكيد الإيمان برب العالمين وكل ما يصيبنا هو خيرا كان إيجابا أو سلبا. بس أنا حط بيناتي هي الفكرة خلاص بيرتاح الواحد. صحيح. الحمد لله. صحيح. شكرا كثير لك لانضمامك أستاذة علا شحادة. لا تخافوا لا تنشروا هذا الرعب والذعر في قلوبكم وقلوب الآخرين. في بعض الأشخاص عم يقولوا طيب نحن لسه ما فكرنا بالموضوع أنتم عم تحكوا عنه. نحن كإعلام دورنا نحن نسلط الضوء على المواضيع التي تثار في العالم بشكل عام. فكيف إذا كان الموضوع قريب منا أكيد نحن من دورنا نسلط الضوء عليها وننشر الوعي قبل وقوع الكارثة مثل ما ذكرت. رح أتمنى لكم كل الأمان والسلام يا رب دائما والصحة والعافية. شكرا لكل حدا كان معنا على المتابعة. غدا سيتجدد اللقاء. إلى اللقاء. صباحك مسك صباحك عنبر وورد وفل وقطعة سكر وكأس من الشاي حلو لذيذ بنعناع أرضي بلادي معطر.